بسم الله والآن والروح القدس الإله الواحد حل علينا نعمته ورب الآن كل غان ولدك الدور كل غرمين كل سنة وأنتم طيبين. نحتفل اليوم بعيد رأس السنة القبطية أو القصرية ويسمى أيضا عيد النيروز. هذا العيد له أهمية ونكهة خاصة عندنا لأنه عيد مزدوج، هو عيد كنسي وعيد قومي أيضا. عيد كنسي إحنا السنة دي 1737 بقى الشهداء حيث ينسب هذا التقويم للشهداء أيام حكم دقلديانوس، ففيه نحتفل بتذكار الشهداء في المسيحية في مصر ونعتز ونفتخر إن من أكثر كنائس العالم اللي قدمت شهداء وأبطال للإيمان كانت كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. شهداء كتير بالآلاف لدرجة إحنا بنحتفل كل يوم في السمسار بتذكار بعض القديسين، فعندنا السنة الجاية 365 يوم أو 366 موجود فيها كل يوم عدد من القديسين، ودول يعتبروا نماذج مش كلهم. فهنا كنيستنا كنيسة غنية أعطونا أمثلة حية بنحطهم دايما قدامنا في تذكرهم وبنتذكرهم عشان نتمثل بإيمانهم. وحتى آبائنا الشهداء لأنهم كانوا قديسين ورثوا لهم روح التقوى هذه، فآبائنا عشان يحتفلوا بيهم روحانوا كل حاجة لأنه عيد روحاني. خلوه عيد روحي جميل، فحتى الأكل والشرب روحانوه. فقالوا طالما بنحتفل بعيد الشهداء طب الموسم ده بناكل فيه ايه؟ بلح، موسم الجوافة. قالوا حتى هما بياكلوا ويشربوا يتذكروا القديسين دول، لون البلح الأحمر ولغاية الدم اللي سفك من أجل اللي ثبتهم على الإيمان بالمسيح. القلب الأبيض النقي الجميل اللي عاشوا بيه، النوايا دي بصلواتها تفكرها بصلاوة الإيمان، والجوافة كذلك زي ما انتم عارفين. فهو عيد كنسي فيه ترتبط كل قراءات الكنيسة بهذا التطويل وكل مناسباتها وأعيادها، وهو عيد قومي أيضا لأن ده هو التقويم المصري. إذا كنا دلوقتي بنحتفل ب 1737 للشهداء فنحن نعتز كمصريين إن التقويم المصري من أقدم التقاويم في العالم كله. السنة دي تعتبر 6262 بحسب التقويم الفرعوني. قبل العالم كله ما يعرف التقويم جدودنا وصلوه بالعلم والاقتدار، ودي حاجة نعتز بيها كمصريين. فمصر بالنسبة لنا جامعة الحاجتين مع بعض، فيها اعتزاز بالقديسين اللي فيها وفيها اعتزاز ببلدنا وبتراثنا الحضاري والديني أيضا الكبير، لأن الحقيقة ربنا خص مصر بحاجات كتيرة أوي 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 مميزة
المكتوب أعطي للبشرية أن تنصر على جبل سينا لما موسى خد لوحي الشريعة. أول تجلي على الجبل المقدس من جبل الله الجبل الدسم اللي هو في سيناء أيضا. أول رمز التجسد بصورة واضحة العليقة حصلت في مصر أيضا. أول إشارة وطقس ديني أعطي للإنسان أن يمارسه كان الفصح اتنفس في مصر ورفع الصليب في مصر لما غد دينه يذبحوا الخروف وياخدوا من الدم يحطه على القائمة العتبة والقائمتين اللي هم يعملوا شكل صليب. فدي كلها حاجات تخلينا بنعتز ببلدنا ودراستها حضارتها وارتبط الاتنين ببعض الروحي بالقومي. إن حتى مصر استضافت معظم الأنبياء إبراهيم أبو الآباء في مصر. يعقوب عاش فيها سنين هو ولاده. موسى العظيم في الأنبياء أو رئيس الأنبياء ولد وتربى في مصر. فكتير من الأشعياء أرمية كتير 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 ينظر من يلاقي أحد الأنبياء لم يأتي إلى مصر. وفاق الجميع مجيء العائلة المقدسة لمصر. ربنا يسوع المسيح باركها وصارت مصر فيها أول مدرسة لاهوتية في العالم كله. نشأت الرهبنة أيضا في مصر. فمصر هي الشهداء، مصر هي العلماء، مصر هي البركة. فكل دي الحاجات دي نتذكرها ونعتز بيها ونعلمها لأولادنا في عيد النيروز. فهو عيد روحي في اعتزاز آبائنا بإيمانهم وثباتهم، وفي اعتزاز أيضا ببلدنا اللي هي اللي باركها ربنا وصف شعبها المبارك شعب مصر. ربنا يجعل هذه السنة سنة مباركة زي ما قال في الإنجيل النهاردة: روح الرب علي لهذا مسحني على سني لأبشر المساكين وأنادي للمسبيين بالتخلية وللعمياء بالبصر والأرسل إلى المقصورين بالإطلاق وأبرز بسنة الرب المقبولة. فهي سنة تحمل الله يجعلها سنة بركة سنة عد سنة مقبولة أمام الله يباركها. ويبارك لي هذه السنة بصلاحك أيها الرب الذي له المجد الدائم.